مشاهدينا الكرام، ننقل لكم أحداث هذا اليوم عن طريق هذه المراسلة التي تظهر فيها خلف تحديدا المحطة البخارية. القوات المسلحة اليوم استهدفت عدد تجمعات تلك الميليشيات في منطقة جارف وما بعد جارف. المدفعية تعاملت منذ قليل مع الحلول منها، الآن هناك آليات انسحبت مرة أخرى بعد انسحاب الأمس إلى منطقة بيها، الآن تنسحب مرة أخرى. القوات المسلحة إلى هذه اللحظة لا تزال بتقدم مستمر. استطاعت مدفعية القوات المسلحة إصابة العديد من الأفراد والآليات في تلك المنطقة. نحن الآن ننقل لكم هذه الأحداث أو هذه المعركة. دخلنا إلى إلى هذه النقطة التي استطعنا أن نصل إليها، لربما هذه النقطة هي دحر لإشاعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية، لذلك بإعطاء ساعة صفر بالتقدم على مدينة زرق. المدينة الآن هي مطوقة بشكل كامل بعد السيطرة على محيط منطقة جارف، وهي الآن تحت مدفعية القوات المسلحة وهروب الحلول من تلك المنطقة. الآن أصبحت المنطقة منطقة الآن تجري فيها بعض عمليات التأمين هناك. دعونا نتحدث أيضا عن الطوق حول سرت. الآن كافة الحدود الإدارية لمدينة سرت هي تحت سيطرة القوات المسلحة. المدينة يوجد بها ثلاث خطوط دفاع وثلاث خطوط هجوم. توافد أفراد القوات المسلحة والجنود إلى هذه المعركة. هذه المعركة هي معركة وطن. تحدث معي العديد من أفراد القوات المسلحة حول هذه النقطة، فقالوا لي دعوني أنقل هذه المقولة بصوتهم. حسب ما تحدثوا إلي قالوا لي من ما حضرش القرضبية الأولى يجي يحضر معانا القرضبية الثانية. لربما هذه إشارة إلى معنوياتهم العالية. الجميع متكاتف في هذه المعركة، هي معركة وطن. القوات المسلحة تنظر إلى ما بعد أبو قرين وإلى ما بعد سدادة وتتقدم نحو مدينة مصراتة. لربما الساعات القادمة تحمل الكثير من المفاجآت، ولربما الساعات القادمة هي ساعات أخرى يؤثر فيها النصر، وخصوصا بعد إعلان تركيا بشكل رسمي عبر رئيسها الدعم لجماعة الإخوان المسلمين بأن القوات المسلحة أو بأن عملياتهم التي قاموا بها هي من ضمن المشروع التركي لإقامة قواعد في ليبيا. القوات المسلحة لا تزال كما تحدثت أكثر من مرة عبر المنطقة باسم القائد العام أو عبر إدارة التوجيه المعنوي أو عبر حتى شعبة الإعلام الحربي ومكتب الإعلام، تحدثوا بأن ليبيا لن تكون مسرح أو مكان لقواعد أجنبية في ليبيا، وأنها تعمل وتقاتل من أجل كرامة الليبيين ومن أجل السيادة الوطنية. لربما هذا جمع بسيط لحوصلة الأحداث في العمليات منذ صباح اليوم حتى هذه الساعة